بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا أبا القاسم يا محمد، وعلى عترتك وأهل بيتك، خاصة ولدك المهدي، واللعن على عدوك وأعدائهم إلى يوم الدين. المؤمن والبيت الإيماني كل بركة، إذا حل به الضيف ينتفع، إذا جاءه اللهفان ينتفع، يحصل شيء من هذا البيت وإن كانت كلمة طيبة. فالمؤمن كل أمر نفع، كل ما فيه انتفاع. وجعلني مباركا حيثما كنت، يعني نفاعا. عيسى بن مريم كان نفاع، إذا سافر، إذا هاجر، إذا أجل. الله يرحم سيد الجد الشيرازي لما أجى الكويت كان عنده كلمة 9 سنين قبل الكويت، قال أنا لازم أهل هذا البلد أنفعهم كما أنهم نفعوني، أهل هذا البلد لازم أنا أنفعهم. فشنو عند هذا العالم؟ عنده علم، عنده سنن، بثق فيهم المجالس الحسينية في بيوتهم، كان يزور دواوينهم ويعطيهم الكلمة الطيبة. إذا واحد سني من مخالفين أهل البيت يروح ويهدي ويرشده على ولاية أمير المؤمنين. دورات الناس إذا سمعت الكلمة الطيبة يعني تأتي إلى الطريق، ليش لا؟ ليش نبخل على أصدقائنا وإن كانوا من المذهب المخالف أن ندعوهم إلى الدين الإسلامي والتشيع؟ ليش لا؟ خلي يصير عندنا هذا الحرص وهذا العمل وهذه الهمة، والله يوفقنا على أن نحصد المؤمنين. فالسيد الشيرازي رحمة الله عليه، السيد محمد الشيرازي، كان عنده هذه الصفة، وكان نفاعا في البلد وإن كان البلد غريب وهو مهاجر إليه. المؤمن كل أمر نفع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن إن ماشيته نفعك، وإن شاورته نفعك، وإن شاركته نفعك، وكل شيء من أمره منفعة. خلي أنت تكون النافع لغيرك، وأعرف أن الله هو أولى منك بأن ينفع، وراح الله ينفعك، وراح تشوف أثر هذا الصفة، هذه الصفة راح تشوف أثرها في نفسك وعلى نسلك وعلى بيئتك ومجتمعك. هذه الصفة. الصفة الأخرى في المؤمنين اللي أريد أن أنبهها حتى لا يستاء المؤمنون إذا وجدوا المجتمع لا يقدرون الكرامة الإيمانية اللي الله وهبك ونحلك. المؤمن ما يشكر، مو تتوقع من كل عملك أنه تحصل في الشكر والثناء من المجتمع، من الزوجة، من الأطفال، لا، ما هكذا. يعني إحنا لازم نعمل لله، وعملنا لله دائم غير منقطع بغير جزاء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما نتوقع الجزاء والشكر من ننفع أبدا، خالصا لله، هكذا المؤمن يعمل. قال رسول الله: المؤمن مكفر. مكفر يعني هو عمل العمل الصالح، كفر يعني الغطاء، كأنما سوى، هكذا يعامل، هكذا يعاشر، كأنما أحسنت. لذلك إذا أودعت أحدا حسنة وصالحة وفعلت خيرا انساه ولا تتوقع شيء منه، لأن الله يكتبه وما ينسى. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول: كان رسول الله مكفرا لا يشكر معروفه، ما يشكر معروفه، وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكروننا، ما حد يشكرهم، وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهم. فتعالى نفس النسق والنسج، ابدي الحسنات وانفع الناس بالخير الكثير الوافر ولا تتوقع شكر من أحد. هذه من صفات المؤمن. أريد أنبه أيضا على صفات ندير بالنا منها، اللي هذه الصفات يعني يجب أن نطهر بيوتنا منها. أولا الجزع، لا نجزع في بيوتنا، يعني في بيتك لا تجيب الجزع، أصلا لا تجزع في حياتك أبدا، لأن الله تعالى جعل لكل بلية، لكل مصيبة أمد ووقته، يوم معين ينتهي هذا المصيبة وهاي المشكلة، أصلا تنساها. إحنا حياتنا الدنيا كلها ننساها إذا قدمنا في الجنان، أصلا لا كأنما كانت هنالك الدنيا، فلا تجزع ما دام ينتهي، فلا تجزع. قال الإمام زين العابدين: لا إيمان لمن لا صبر له. إذا ما عندك صبر إيمان ما عندك. ثم قال الصادق عليه السلام: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. فلا نكون جزوعين في
البلايا والمصائب. شوف بعض الناس من قرضة من خسارة يجزع إلى حد الموت، يعني ليش هكذا؟ المؤمن مو هكذا. فيعني نربي بيوتنا هاي الدنيا هكذا، بالتالي الدنيا يعني هي دار ابتلاء، خلقت للبلايا والابتلاءات، والجنة ماكو ابتلاءات بها. فإذا الدنيا وضعت للابتلاءات فإن تكون صبور. وأنا أريد هنا أنا أنصح في النصيحة يعني تنفع لتنمية الصبر في النفوس. أكو دعاء، هذا الدعاء أنا جربته في مصائب ألمت بي، عجيب، هذا يعطي للإنسان سكن وراحة ويزيل الهم من قلبه. دعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واضبوا عليه يا أهل المصائب وأهل البلايا. شوفوا شلون الهموم تزال من قلوبكم. البلية موجودة، المصيبة موجودة، ولكن الصبر يدمغ هذه المصيبة والهم يزول. ثم صفة أخرى يجب أن نطهر بيوتنا وأنفسنا منها، الوقاحة. ما لازم المؤمن يكون وقح، ما لازم يكون قبحي على أولاده على مرته، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا حياء له. عن الصادق سلام الله عليه: إن الحياء والعفافة والعي، يعني عي اللسان لو عي القلب، عي يعني لسانه مو قبحي، مو وقح، مو يكلح، مو يستكلب وينهش بإخوة المؤمنين، بل من الإيمان. هذه الثلاث صفات من الإيمان: الحياء، العفاف، العي، عي اللسان، يعني لسانه مو طليق بذيء على إخوة المؤمنين. ثم قال: والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق. أن أتسلط بلساني بالجدل بكذا، أتسلط على إخوة المؤمنين، هذه أيضا من الصفات اللي هي في المنافق لا في المؤمن. والفحش مثلا الزيادة، يعني تزيد من حقه، يعني هو بالتالي ممكن مقصر وياك لكن تزيده بالكلام وتدمغه وتتسلط عليه، هاي مو من صفات المؤمن بل هي من صفات المنافق. فالوقاحة نطهرها من بيوتنا وخاصة أولادنا، لأن أنت لمن وقح على أولادك على مرتك، هذا ابنك هم يتربى على نفس الشيء على نفس الصفة، وراح يكون وقح في المجتمع وعلى أولاده وعلى نسله، وهكذا ما نحصل على فرد عائلة سليمة ولا حياة طيبة. أيضا من الصفات البذيئة الحسد، ما نربي أنفسنا على الحسد، والله فلان عنده وأنا ما عندي، خذ ذاك الله طاء، أنت مطلوب من الله يطيك، الله مو بخيل. الله عنده فت كلام في القرآن يقول: وما هو على الغيب بظنين. أنا مو بخيل، حتى على الغيب مو بخيل، إيش ما تريدون من الغيب أطيكم، الله مو ظنين مو بخيل. فإذا الحسد ليش؟ حتى أعرف أنه الناس إيش ما عندهم الله مطيهم، وروح على الله واطلب منه، واقلع هذا مرض الحسد من نفسك، جذوره انهي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. الحسد تزيل كل حسناتك كما يأكل النار الحطب. لو اشقد جامع من حسنات 40 سنة، ذرة حسد يجي هم يهدمك هم يهرمك هم يزيلك يعني صحتك وعافيتك، هم يأكل حسناتك وما يبقى شيء عندك. عن النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب اليابس. ثم صفة أخرى يجب أن نطهر بيوتنا منها: إيذاء المؤمنين. هذا الإيذاء حقيقة مضرة. فد واحد مؤمن مصلي يصوم لكن يجد في مرأة شيء يؤذيها، دائما هذه الكلمة يرددها عليه. حدث يعني فد واحد من المؤمنين هكذا كان يقول: أنا شفته في المنام وقاعد على عرش وجنان وكت يمه، إذا به انخطف لونه ودخلت حية، هذه الحية جاءت إليه وهو متغير اللون منها خايف منها، إذا الحية جت إليه وصلت إلى لسانه ولدغته في لسانه، وهذا سقط من عرشه سقط من ملكه وتغير لونه، ويعني صار يلوج في نفسه ويتململ من سم هذه الحية. بعدين أنه ورا ساعة زمان قام وعاد إلى نشاطه وعادت الأمور طبيعية. فسألت: شنو كانت هذه الحية؟ قال: هذه الحية يومية تجيني إلى يوم القيامة إلى أن زوجتي ترضى عني. أنا زوجتي كان عندها فد شيء فد كلام، أنا إذا أقول لها تتأذى، فد اسم ما تشتهي، فأنا يومية أناديها بالاسم أأذيها. المؤمن ما يأذي، إذا عرفت فد واحد يتأذى من شيء من صفة منك فأنت أترك هذه الصفة، لا تأذي، لأن المؤمن إيذاءه ما يصل إلى
إخوته المؤمنين، خاصة زوجتك وخاصة أولادك، لأن ذولا أحق الناس عليك، يعني حقهم عظيم عليك، خاصة الأبوين، خاصة الأستاذ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن أذى المؤمن من أعظم سبب سلب الإيمان، يزول إيمانه. ثم صفة أخرى، إحصاءات زلات المؤمنين. المؤمن مو عياب، المؤمن مو عياب، ولا يحصي على المؤمنين زلاتهم وعيوبهم، بل قال الباقر سلام الله عليه: إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخر رجل الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما. يحفظ لي، يقول في اليوم راح أرجع لي أنه في اليوم أنت كان عندك هكذا عيب. لا يا أخي، ما هكذا المجتمع الإسلامي. خاصة أنا أوصي النساء أنه على أزواجهم لا يحصون عيوب الأزواج. حديث آخر أزفه لأن الموضوع جدا مهم، عن الصادق سلام الله عليه: أبعد ما يكون العابد من الله أن يكون الرجل يؤاخر رجل وهو يحفظ عليه زلاته ليعيره بها يوما ما. اللهم نبهنا من نومة الغافلين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.